في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الحاجات اللي تركز فيها او الحاجات اللي تبقى اولوية بالنسبة لك وانت رايح تقابل اي بنت او تقابل كراش، عشان الكراش او اي بنت عموما هتركز في الحاجات دي اول ما تشوفك. فتعالوا نشوف ايه الحاجات دي عشان نركز عليها دايما ونحط السبوت لايت عليها. يلا بينا. ازيك شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مره تشوفني انا كده معايا فبقدم مختلف ستار موتيفيشنال سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. وعندي قناه ثانيه للجيمنج هتعجبك جدا جدا، والعجب كان محتوى استاذ شامل، لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. تعالوا نتخيل الموقف ده، ان انت دلوقتي مصاحب بنت او هي مثلا بيست فريند بالنسبه لك والكلام ده، وصاحبتها انت ما تعرفهاش قوي او ما قابلتهاش ولا مره، بس انت معجب بيها وبتعملوا لايكات كده من بعيد لبعيد كده بس على انستغرام او تويتر او السوشيال ميديا عموما يعني. وجت في مره قالت لك معلش والله انا هقابلك النهارده والكلام ده اللي هي البيست فريند يعني، وقالت لك بس هنعدي بس معلش على ساره هناخد منها حاجه وهنرجع تاني. وايه فجاه ساره دي هي اصلا انت معجب بيها وبتكرش عليها بقالك سنه، وهتقابلها النهارده اول يوم اول مره هتشوفها، فانت لازم تلفت انتباهها باي طريقه. فدول 8 حاجات اول ما انت ما تدخل هتلفت انتباه ساره. ايه هما بقى؟ اول حاجه مشيتك كده وانت داخل كده على ساره هتبقى عامله ازاي؟ هل انت واثق من نفسك، فارد نفسك كده واثق من نفسك جدا وانت ماشي، ولا ماشي واحد عبيط عمال يبص حواليه ويتلفت ويقوم ماشي ومتكعبل في الارض؟ فلو حصل الموقف ده لف وارجع تاني وفكر في واحده تانيه غير ساره يعني. ففكره المشيان وانت جاي كده عليها كده، او المشيه بتاعتك عامله ازاي؟ هل انت واثق من نفسك، فارد نفسك كده وانت ماشي واثق من نفسك جدا مفيش اي مشكله عندك، ولا عبيط في نفسك عمال تبص يمين وشمال؟ دي اول حاجه واهم حاجه حرفيا. تاني حاجه لما صاحبتك تعرفك عليها وانت هتقوم مسلم، فهتقوم مسلم هاي ازيك عامله ايه الكلام ده، ولا هترد مثلا ازيك عامله ايه متشرف معرفتك جدا جدا سعيد جدا جدا ان انا شفتك. فهم بيحبوا الحاجات دي قوي، فكره ان انت تقول اتشرفت معرفتك سعيد جدا اني قابلتك النهارده الكلام ده، لكن فكره هاي عامله ايه ازيك بصراحه مش مقتنع بيها خالص يعني. ردك برده يبقى عامل ازاي وانت بتسلم، او اول كلمه تطلع منك تبقى عامله ازاي. تالت حاجه وتقريبا دي يعني احنا في 2020 وداخلين في 21، فمش عارف انا ازاي حاططها وازاي اصلا في ناس لحد دلوقتي مش مهتمه بالحوار ده، ان انت تهتم بنظافه سنانك عموما، ان انت ما تبقاش بتشرب اكيد سجاير او بتغسل سنانك كل يوم صبح وبالليل. ودي حاجه انا مش عارف اصلا ليه كاتبها في الفيديو عشان اكيد كل الناس كده، فلو انت ما بتعملش كده ما تكملش الفيديو اصلا عشان ملوش لازمه بالنسبه لك. رابع حاجه هتهتم بيها ساره هي اهتمامك بنفسك في اللبس بتاعك او شعرك، تسريحة شعرك او استشوارك او دقنك انت مهذبها ولا لا. مش فكره انت سايب دقنك كده اللي هو مش مهذبها وفي حته طالعه وحته نازله وشعرك منعكش والكلام ده، فاكيد هتاخد عنك فكره ان انت معفن، فاللي هو الانسان ده ما بيهتمش بنفسه اصلا فيهتم بحد تاني في حياته ازاي. واحنا عايزين بس نقعد بس في الحته دي معلش بس سيكه، ان اذا كان اصلا انت رايح تقابل ساره او مش رايح تقابل ساره او رايح تقابل حتى اصحابك او قاعد حتى في البيت، انت لازم تكون اصلا مهتم بنفسك، لازم تكون مهتم بدقنك وشكلك وشعرك وستايلك والكلام ده. دي حاجه مفروغه منها، وانا عملت 500 فيديو عن الحوار ده، ممكن اسيب لك فيديوهات في الاي اللي هتلاقيها فوق هنا كده، ممكن هتنفعك جدا جدا ان انت ازاي تحلق في البيت وازاي تهتم بعناياتك الشخصيه وازاي تختار لبسك والكلام ده. وعموما القناه كلها بتتكلم عن كده، فانت لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب دلوقتي عشان هتنفعك جدا جدا في حياتك. خامس حاجه ساره هتاخد بالها منها هي ريحتك او البرفيوم اللي انت بتحط. هل انت بتحط برفيوم ولا مش حاطط اصلا خالص، ولا انت معتمد بس على مزيل عرق؟ ودي كارثه لوحدها اصلا يعني، انا ذات نفسي اصلا مش هعرفك لو انت بتعمل كده. فلازم تختار البرفيوم الصح، لو برفيوم جامد قوي يبقى الصبح عشان الصبح بيبقى شمس وعرق فلازم برفيوم يكون ظاهر، لو بالليل البرفيوم يبقى بسيط كده وخفيف مناسب لبالليل والقعده بتاعت بالليل والكلام ده، فلازم تهتم بالبرفيوم. وممكن نعمل فيديو لوحده بس فن حط البرفيوم او فن اختيار البرفيوم في النزولات المعينه. لو عايزين الفيديو ده اكتبوا لي تحت في الكومنت وانا هحضره واعمله على طول. سادس حاجه من اكتر الحاجات المهمه اللي هم بيتشدوا ليها اذا كانت ساره او اي بنت تانية هي الشوز بتاعتك ونظافه الشوز بتاعتك. لازم تكون اصلا منظف الشوز بتاعك برده اذا كان ساره او من غير ساره، دي حاجه ليك انت. لو انت جايب شوز ابيض يبقى انت لازم كل خروجه اول ما ترجع تقوم منظفه دايما. لو انت جايب شوز اي حاجه لازم تمسحه قبل ما تنزل. نظافه شوزك ده دي حاجه ترجع لك، بس انا يعني شايفها مهمه جدا جدا جدا. سابع حاجه ساره هتاخد بالها منها هي الاكسسوارز اللي انت لابسها، اذا كانت ساعه زازه سلسله، وانا مش بفضل حوار السلسله قوي بس انا يعني برضو في ناس بتحب تلبس سلاسل ماشي، بس فكره بقى انت لابس 500 حزازه والسلسله بتتحط على رقبه الكلب وحاجات غريبه كده، انت كده سرسجي يا زميلي، انت كده مش راح تقابل اي حد خالص. انا بتكلم على حاجات سيمبل. الساعه دي حاجه مهمه جدا جدا واتكلمنا عليها قبل كده، حزازه بس تليق مع الساعه. لو انت برضو من الغوات اللي انت بتلبس سلاسل يبقى سلسله خفيفه جدا اللي هي بتبقى تحت التيشيرت بس، لكن انا مش بقتنع بحوار السلسله ده، بس لو انت عايز تلبسها يبقى اوكي، بس برضو تهتم بالاكسسوارز بتاعك
بتاعتك جدا. ويا بقى لو مطقم، يعني لو الساعة ازرق والتيشيرت ازرق يبقى انت جدع عظمة جدا. تعمل حاجة واخر حاجة سارة تاخد بالها منها هي ضحكتك. هل هي ضحكتك واحد جنتل، واحد بيضحك كده ضحكة خفيفة بس ضحكة ابتسامة حلوة، ولا واحد بيضحك وخلاص وبيعلي صوته وبيسمع الناس كلها وبيعرف الناس كلها ان يا جماعة انا عبيط، ها 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 انا عبيط. فكرة اصلا ان انت بتضحك ضحكة اللي هي الباد بوي، عارف انت ضحكة الباد بوي، لازم تضحك ضحكة الباد بوي اللي انت ضحكة خفيفة مش اللي هي سماجة، ولا اللي هي انت بتضحك على الحاجة اللي بتتقال بس انت بتبتسم ابتسامة خفيفة جدا، انت مبسوط من الحوار مبسوط من الكلام. لكن فكرة انت تضحك وخلاص كده انت كده هتبان اللي هو عبيط. فالتمن حاجات دول من اولويات ان سارة هتاخد بالها من الحاجات دي، فانت لازم تهتم بالتمن حاجات دول. لو اتلخبطت ممكن تكتب في ورقه الثمان حاجات دول وتبدا تشتغل عليهم، اذا كانت العناية الشخصيه، ضحكتك، الاكسسوارز، الكلام ده. ولو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي جدا عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. ويعني ادخل على انستجرام اعمل فولو يا ريت، يعني مش هتعبك والله، والله ببلاش، ادخل اعمل فولو على انستجرام، عايزين نكمل 20,000 واحد. يلا يا رجاله، وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.